في 27 أغسطس عام 1964 جدت كيمبر قاعدة على طاولة المطبخ، المكان المفضل إلها، مكان دافي وفي منظر خلاب من أعلى الجبل مطل على أشجار وخضار، يعني منظر خلاب مش طبيعي. هذا المكان كان يعطيها الراحة النفسية إنها تكتب وتسترسل بقصصها. كانت شغلتها كاتبة لقصص أطفال، وفي هالوقت كانت محتاجة تعمل خاتمة للقصة، وهي غاطسة في الشغل يدخل عليها إدمين كيمبر، ولد عمره 15 سنة بس ضخم. الولد طوله مترين وعظمه عريض، مشعر، ملامحه ملامح رجل بس بسن صغير، ماسك بندقية صيد رايح يصيد عصافير وطيور وحيوانات، وتصرخ عليه الجدة بكفي صيد، وتصير مشاهدة كلامية، وبدون مقدمات يطلق عليها طلقة قاتلة ويسحبها ويدخلها إلى أحد الغرف، وينتظر الجد متى حيرجع بكل هدوء، وتصف السيارة والجد راجع من السوق ومعه كيس فيه خضروات وفواكه وأشياء يحبها كيمبر، يعني مدلعه على الآخر، ومبتسم ابتسامة عريضة ويطلع من الباب البيت واقف بكل هدوء. الجد استغرب وجمد في مكانه ويستقبله بطلقة قاتلة، يوقع الكيس على الأرض، والعيون اللي كانت فيها حيوية وبريق تتحول إلى عيون باردة ما فيها أي حياة. وبهيك كيمبر ختم قصة حياتهم بنهاية مأساوية، ومن هون بدأت قصة كيمبر. كيمبر من مواليد 18 ديسمبر عام 1948 في منطقة بيربانك ولاية كاليفورنيا. تربى في عائلة محافظة وعسكرية، الأب انفصل عن الأم في عمر صغير ونسي أصلاً أنه عنده أولاد، لأنه لا كان يحبهم ولا يرعاهم مثل أي أب ثاني. ما صدع الله أنه يطلع من العلاقة ويبدأ حياة تانية ما فيها أي مسؤوليات. والأم ربت أطفالها البنتين وكيمبر تربية عسكرية وكأنهم في الجيش. الأم ما كانت تعبر على مشاعرها لأولادها وبالأخص كيمبر، ويمكن هذا اللي كان دارج في فترة الخمسينات. الأم نكدية على طول تصرخ عليه وتنهره، ولا عمره حتى ابتسمت في وجهه أبدا. والغريب في الموضوع أن الأم كانت تفضل البنات يناموا في أحسن غرف البيت، وكيمبر المسكين ينام في غرفة المخزن في القبو لحاله، اللي كانت عبارة عن فيلم رعب، ظلام دامس، ينام على فرشة، الغرفة باردة ما فيها ولا صوت ولا حركة إلا صوت الفئران في الليل، مثل السجن فعلا، لأن أمه كانت تغلق الباب عليه في الليل. كانت تفكر إذا حبسته حتحمي نفسها وبناتها من أنه يعتدي عليهم في الليل. ليش الكره الفظيع؟ وكأنه تحاول تنتقم من أبوه بتعذيبه العذاب النفسي. الولد كان ليل مع نهار يبكي من الخوف، هذا غير الكوابيس اللي كانت تجي يوميا. ما كان حدا يطبطب عليه ولا يرعاه، ودائما كان يشعر أنه مهمل غير مرغوب فيه، وهذا خلاه ما يكون عنده ثقة بنفسه، يحقد على أمه حقد. وتمر الأيام السود عليه يوم ورا يوم، ويكبر وتجي أفكار عدائية، كيف ممكن يتخلص من كل الناس وبالأخص ينتقم من أمه أبشع انتقام. وبدأت أشياء غريبة تصير في البيت، وبالأخص لما الأم كانت تروح على الشغل، يجمع أخواته البنات وجارهم ويبدأ يلعب معهم لعبة ويقلهم تعالوا نجرب ندخل على غرفة فيها غاز. البنات استغربوا، مين ممكن يقترح لعبة فيها خطر على الحياة؟ كيمبر كان حاب يكتشف معنى الموت. وفي مرة من المرات أخوات كيمبر يلاحظوا أنه كل مرة يجيبوا قطط أو حيوانات أليفة على البيت، يكتشفوا بعد أيام أنه تتقطع لأشلاء. شو اللي صاير معاهم؟ أخت كيمبر كانت توصلها ألعاب مثل العرايس أو الباربي من جدتها، وفي يوم من الأيام الأخت الصغيرة حابة تلعب بألعابها، وتكتشف أن رؤوس ألعابها مقطوعة غير الأيادي المفقودة من أجزاء الجسم. الأخت استغرب، مين اللي ممكن يكون عنده هالكمية من الشر؟ لا، والأحداث ما وقفت لهون وبس. في يوم الأم كانت متأخرة على البيت ورجعت تعبانة من الشغل، وتنادي على القطة اللي كانت الأم تحبها، ما في أي أثر لإلها، وتسأل الأولاد عنها، ما حدا شافها، اختفت، وتدور وتدور عليها، قالت يمكن طلعت برا
ترجع بعد يوم مثل أي قطة ثانية. قررت من نفسها تفتش البيت غرفة غرفة حتى وصلت إلى غرفة كيمبر وتشوف شنطة سودة على زاوية الغرفة. قلبها صار يدق، تمشي بحذر من الخوف وتفتح السحاب، ولا في منشفة طالعة منها ريحة عفن. تفتحها شوي شوي وقلبها يدق، كان عارفة شو ممكن تلاقي. ولا أذن القطة مقطعة لأجزاء ومفصول الرأس عن الجسم. الأم تفتح عينها من الصدمة ويصيبها حالة ضيق في التنفس وتصرخ بأعلى صوتها، مين اللي عمل هيك؟ وتطلع غضبها وكرها على كيمبر ما رحمته أبداً. يكبر كيمبر والله عطاه قوة جسمانية مش طبيعية، طوله مترين، إيده شبرين، شعر أسود وعيون صغيرة، لابس نظارات، اللوك البريء. كان الأولاد ينادوه العملاق اللطيف، بس البنات في المدرسة ما حدا بده يصاحب كيمبر، كان مخيف بالنسبة لهم. الولد عمره صغير بس جسم عملاق، البنات كانوا يخافوا منه، كل ما يحاول يتعرف على بنت أبدا ما تتقبله، وإذا أي من البنات عطته فرصة تاني يوم وتقله خلص العلاقة انتهت، لأنه كان بالنسبة للبنات غريب ومخيف، مما زاد الطين بل عليه، يفكر كيف ممكن ينتقم منهم. وفي البيت لسه الوضع أسوأ، ما في أي تواصل مع أهله، الأم بس تفتعل المشاكل معه وتهينه على أبسط الأشياء، مثل ليش مش منظف أسنانك، وتعمل له مشكلة إلى أول ما إلى آخر، كل يوم تصرخ عليه وتهينه وتضحك عليه وكأنه عدو، لدرجة أنه يوم من الأيام اتصلت على الأب وبدأت تتكلم على كيمبر وتضحك عليه وأعطته لقب العملاق الغبي، وبكل فكرة أنه قاعد لحالها بالغرفة. ولا كيمبر بكل هدوء سامع الحوار اللي داير بينهم ويقرر يدور على أبوه ويعيش عنده حتى يخلص من عيشة أمه. وبعد ما دور عليه وهلك، أخيراً شاف بيت أبوه اللي كان عايش في منطقة فانيوس، ولا اكتشف إنه الأب عايش حياته، متزوج امرأة شقرة جميلة طول عارضات الأزياء من أصول ألمانية اسمها ألفريدا. الولد ليل مع نهار يفكر فيها، ما كانت تروح من باله، دائماً كان يراقبها وين ما راحت بعيون الإعجاب. ألفريدا حست في شيء غريب مش طبيعي، الولد صغير صح بس جسم ضخم ممكن ينقض عليها في أي لحظة، كانت تخاف منه. لحتى في يوم من الأيام كانت تغير ثيابها ولا تحس إنه في عيون ترائبها، على طول عرفت إنه هذا كيمبر قاعد يراقبها. تاني يوم وتخبر الأب إنه يطرد من البيت، خلاص العيشة معه مستحيلة، مستحيل تسكن معه في نفس المكان خلاص. الأب ياخد كيمبر ويقنعه إنه يزوروا بيت جدهم شوي ويركبوا في السيارة ويسوقوا لمسافات بعيدة، يطلعوا هضاب وجبال لحتى وصلوا على بيت شبه معزول عن العالم، محاط بالأشجار كأنه غابة، لا في طرق ولا مواصلات ولا مكان للترفيه. الأب يحط ابنه وعلى طول يتركه في رعاية جده ويغادر، لأنه الأب عارف أنه كيمبر مستحيل يقدر بنفسه يغادر من المكان المعزول. طبعا كيمبر حس أنه حتى أبوه ضحك عليه، اللي كان معتمد عليه أنه ينقذه من جحيم الأم رمى، بده يخلص منه بأي طريقة. كيمبر يحقد على أبوه حقد وعلى العالم وعلى نفسه. وفي الفترة اللي كان عايش مع أجداده، الجدة كمان كانت قاسية مثل أمه، لا راحت ولا إجت، نفس الطبع. وفي تاريخ 27 أغسطس عام 1964 الجدة كانت كاتبة قصص أطفال وكان عليها تخلص بعض التفاصيل، قاعدة على في المطبخ ويدخل عليها كيمبر ببندقية صيد اللي جاب له إياها جده كهدية. على طول الجدة تصرخ عليه بأعلى صوتها ويتعنفه في الكلام. كيمبر اختل في شي في عقله وينفجر ويلتفت ورا الجدة ويطلق عليها النار، وحتى يتأكد إنها ماتت يطعن فيها ويدخلها إلى أحد الغرف وينتظر الجد حتى يوصل، ويطلع ويلاقي جد جاي وفي إيده فواكه وخضروات ومبتسم ويسلم عليه ويستقبله كيمبر بطلقة نار قاتلة بدون رحمة، ويفكر شو معقول يعمل ويسلم نفسه إلى الشرطة. لما حاولوا يحققوا معاه ويعرفوا الدافع، قال ببساطة إنه قرر يريحهم من الحياة
وقتل الجد عشان بس يعرف إنه زوجته ماتت ما يحزن عليها. غريب. ويلقوا القبض عليه ويسجنوه في إصلاحية بهدف إعادة تأهيله بعمر 15 سنة لمدة 5 سنوات في كاليفورنيا يوث أوثوريتي. وفي فترة محكوميته يخضعوه إلى عدة اختبارات عن إذا كان عنده مرض نفسي أو يعاني من الهلوسة أو أي شيء، ولا اكتشفوا إنه مستوى ذكائه جدا عالي لدرجة أن المسؤولين حطوا رقيب على المجرمين وهو اللي يشرف على امتحاناتهم. ويقضي فترة محكوميته مع معتدين وقتلة وسفاحين. وتخيل معي طفل عمره 15 سنة يعاني من حالة نفسية، محبط من أمه الوحش، ويسجنوه مع أخطر المجرمين في أمريكا اللي كانوا أكبر منه سن. وتمر في الأيام في الأصلاحية، وفي فترة إعادة التأهيل الأخصائيين النفسيين ينبهروا من التقدم الملحوظ. الولد مؤدب، الولد مؤدب وذكي ولبق، ويساعد السجناء والأخصائيين، انبهروا منه ويكتبوا فيه تقرير إنه خلاص هذا الشخص مهيئ للانخراط مرة تانية مع المجتمع، بس طبعا تحت الرقابة المبدئية. ويكتبوا ملاحظة مهمة إنه لازم لما يرجع ما يرجع تحت رعاية الأم أبدا بسبب العداء اللي بينهم، وإن هي سبب وراء الجريمة اللي ارتكبها. وتخيلوا معي إنه يرجع ويرجع بحضانة أمه، وهون كانت الكارثة. كيمبر يطلع في عام 1969 ويلاقي العالم تغير. فترة السبعينات البنات صارت تطلع وتروح وتدخل جامعات في حركة تحرر فظيعة، واللي لاحظوا إنه البنات عندها الجرأة تركب مع رجال غريب يوصلها. كيمبر لقاها فرصة يوصل بنات بسيارته الصفراء الفورد اللي كانت ببابين، ويوقف للبنات بسيارته، يركبهم، يتكلم معهم ويضحك معهم. في هالوقت كان في موال براسه إنه يعرف كيف البنات بتفكر، كيف ممكن يرتاحوا معه، لأنه ولا مرة صحت له الفرصة إنه يصاحب بنت. ما عنده الثقة، لسه طالع من السجن بتهمة قتل، وأي بنت حتعرف ماضيه مستحيل تعطيه حتى فرصة. الكل حيخاف منه، والطريقة الوحيدة إنه يتكلم مع البنات إنه ياخدهم من الجامعة بحجة توصيلهم. وفعلا هذا اللي صار، وصل أكثر من 200 بنت بسيارته. ما عمل لهم أي شيء، بس كان يمارس مهارته بالكلام وفي إقناع البنات إنه يركبوا معه، وصار لبق ومتمرس درجة أولى. أم كيمبر صارت تشتغل في جامعة UCSC، وكل مرة يسألها تعرفوا على بنت من البنات الحلوين، الرد على طول جاهز، مين حيتعرف على رجل مثلك؟ يعني أنت ما شايف شكلك، وتبدأ فيه زف وتبدأ فيه إهانات. بعدين أقنعها إذا ما حتعرفين على البنات يعني على الأقل أدخل الجامعة ببطاقة دخول. وبعد محاولات وأخيراً يحصل عليها بعد طلوع الروح. الشرطة في صباح 7 مايو عام 1972 يوصلها بلاغ إنه أحد من الأولاد كان يمشي في أحد الجبال ولقى عظام جمجمة. على طول الأولاد اتصلوا بالشرطة. لأول مرة يوصل من مثل هذا البلاغ بمنطقة سانتا مونيكا. الشرطة ما كانت متدربة تتعامل مع هيك نوع من الجرائم، لا في DNA ولا علم متقدم، بس أخذوا الأسنان حتى يتعرفوا على الضحية، ويطلع التحليل الجنائي إنه العظام بتعود لبنت عمرها 19 سنة واسمها ميريام بيش، وتدرس في جامعة فينسو ستيت. كانت مختفية مع صديقتها أنيتا لوكاشا اللي عثروا على أشلاء من جثتها في الشاطئ. الشرطة كانت تدور على أي دليل ويسألوا الناس في الشارع على أي خيط يربطهم بالقضية، وواحد قام وقال إنه البنتين شافهم مرة طالعين في سيارة مع رجل. الناس خافت وقالت أكيد حدا غريب قاعد يقترف هالجرائم ومتقصد هالمنطقة بالذات، لأنه هالمنطقة كانت جميل وهادي وكان الناس كلها تقصدها. وتأكدت الشرطة إنه اللي كانوا يتعاملوا معه هو مجرم عارف بتفاصيل المنطقة تماما، يعني الشخص منهم وفيهم. طبعا الخبر يوصل لكل الناس، الكل كان خايف على عمره، الناس ما إلها حديث إلا المجرم اللي كان يقتل بنات الجامعة بطريقة عشوائية. كيمبر أول بأول تجي الأخبار، على طول يجتمع مع الشرطة في البار اللي كان اسمه The Jury Room، يتحدثوا عن الجرائم اللي صايرة وعن الأدلة اللي وجدوها. وكيمبر كان مشهور مع الشرطة، يحبوه، مرة يعزمهم على بير مرة هم يعزموه، الشخص متحدث وقريب من القلب، الناس كانت تحبه بدون أي جهد. وبعد فترة بسيطة في تاريخ 14 سبتمبر عام 1972
يوصل كمان اتصال إلى مركز الشرطة، بس هالمرة من أم أمريكية من أصول كورية تبكي على بنتها إيكوكو المفقودة. عمرها 15 سنة، شعر أسود طويل وجسمها صغير وناعم، وجهها طفولي. اختفت فجأة والشرطة استغربت وقالوا يمكن طلعت مع حد أو مع أصدقاء أو راحت يعني ركبت مع حد وحيوصلها على مكان. قالت الأم أنا متأكدة إنه في شيء صاير لبنتي. في اليوم اللي اختفت فيه كان عندها حفلة استعراض كبيرة أمام جمهور غفير، واللي ساعدهم في القضية إنه أعز صديقة كانت حتركب بالباص وشافت كو وسلمت عليها، ومن بعيد كانت تأشر على حد يوصلها، وسيارة صفرة وقفت واختفت من بعدها. وفي تاريخ 7 يناير عام 1973 سيدني شيل طالبة في جامعة كابريلو عمرها 18 سنة تختفي بدون أثر. الشرطة تنجن، ليش طلاب الجامعة ما عارفين شو الحل؟ الشرطة بطلت قادرة تلحق على البلاغات عن الأجزاء الجثث المرمية. وفي 5 فبراير عام 1973 تختفي أليس هيلين عمرها 20 سنة وروزالين هيثر اللي عمرها 23 سنة من جامعة UCSC. الشرطة تعبت من البحث عن المجرم، يشتغلوا ساعات طويلة في النهار يحذروا البنات ما يطلعوا مع حدا غريب، وبالليل يروحوا يطلعوا طاقتهم في البار، والشخص اللي كان يطبطب عليهم يرسم الضحكة على وجوههم هو كيبر، يقعد معاهم بالساعات ويحاول يساعدهم، والشرطة كانوا يحبوه ويحترموه. كان كيبر يتأثر معاهم في القصص، كان يقول حرام اللي كان عم بيصير مع البنات، والله حرام ما بيستاهلوا هذا أبدا. في 20 أبريل عام 1973 كان إم كيمبر اللي عمرها 53 سنة راجع تعبانة من حفلة، راجع متأخر، شارب ودايخة على الآخر، بس بدها توصل على البيت وتنام. تدخل على البيت وفجأة يصحى كيمبر اللي كان مستنيها. تدخل على الغرفة، تغير ملابسها وتبدأ تقرأ في الكتاب قبل ما تنام، ويمر عليها ابنها ويعطيها نظرة طويلة وبصمت مخيف، وكأنه في موال براسه وصراع داخلي وحوار مع نفسه بين الشر والخير المتبقي، هل أتخلص منها أو لا؟ الأم أول ما شافته على طول قالت أكيد جاي تتكلم معي طول الليل وتثرثر، ويرد عليها بصوت هادي تصبحي على خير ويبتسم الله يستر، وينتصر الشر اللي فيه وينطرها حتى نامت، وعلى طول يهجم عليها ويضربها بشاكوش على رأسها. وينحرها من الأذن للأذن. ويقطع على لسانها وأحبالها الصوتية. ويحط راسها على الرف ويبدأ يصرخ بأعلى صوته ويسبها ويضحك ضحك هستيري بعد هيك. طلع كل الصريخ اللي كان مخبي من السنين ويحطه في كيس الزبالة وينظف مكان الجريمة، ويعزم صديقة أمه سالي على البيت ويقول تعالي نعمل لماما مفاجأة. وخطته كان إنه يقتلهم ويقول إنهم مسافرين مع بعض في إجازة، ويدخلها ويخنقها بدون رحمة ويحطهم جوا الخزانة ويسكر عليهم، ويركب سيارته وياخد أسلحته ويسوق لمسافات طويلة لمدة 22 ساعة متواصلة حتى وصل على كولورادو. وقف السيارة في مكان معزول وصحراوي، نزل من السيارة، أخذ نفس، حط إيديه على ركبه، بعدين طلع راسه لفوق وأخذ نفس عميق، واتصل من تليفون عمومي. كان يوم 3 الصبح على 5 الفجر يتصل على مركز الشرطة وقال أنا قتلت أمي وصديقتها. في البداية الشرطة ما صدقوا الخبر، قالوا والله نحنا ما فاضين لهالمزاح، وأنهوا المكالمة. ويرجع يتصل مرة تانية ويطلب يتكلم مع المحقق ميكي إلوفي اللي كان يعرفه من زمان ويعترف. الشرطة أخذوا طيارة ووصلوا على المكان وقبضوا على كيمبر، ورجعوا على المكان لحتى يعاينوا مكان الجريمة. قعدوا يتلفتوا في البيت ودخلوا من الشباك.
أول ما دخلوا ويشموا ريحة تعفن قوية. يدخلوا على الغرف شوي شوي ويعاينوا الغرفة غرفة. يدخل على غرفة الأم ويفتحوا الخزانة وينصدموا من المنظر اللي كان عبارة عن كابوس رعب على أرض الواقع. أجزاء الجسم مقطوعة ومشوهة، الدم في كل مكان. الشرطة اللي دخلت وشالت الجثث عاشوا في حالة رعب لا تنسى. ولا يلاقوا رسالة اعتراف بتقول أنا مش فوضوي بس ما كان عندي وقت، ما في داعي لحتى تتعذب أكتر. يوم السبت الساعة 5 الصبح تقريبا لازم أغادر، مع السلامة. لأول مرة مجرم يعترف بجريمته بخط وبرسالة. الشرطة تفتش في الخزانة ويطلع علب مخبأ فيها أجزاء من جسم أمه وصديقتها. الشرطة تفتح العلب وتفتش في البيت ويطلع أنه عنده صور لبنات وأشياء صغيرة أخذها من الضحايا كتذكار. وتعرف الشرطة أنهم قبضوا على القاتل المتسلسل، قاتل فتيات الجامعة. يعترف كيمبر أن السبب الرئيسي للقتل خلاص انتهى، ما قادر يتحمل أكتر من هيك، وكان على وشك الانهيار. ويعترف على جرائمه للشرطي مايكي اللي كانت تمارس بشكل عشوائي، كان كله في داعي الانتقام من الأم والحالة النفسية اللي كان عايشها. الكل مش مصدق أنه هذا الرجل المهذب والذكي ممكن يكون مجرم، وبالأخص أنه كان على علاقة مع الشرطة. كيف؟ وكامبر يدل الشرطة على أماكن اللي دفن فيها جثث اللي حيرت الشرطة لسنين، ويعترف أنه قتله كان عشوائي مما صعب المهمة على رجال الشرطة. الضحايا في بعض منهم دفنهم في حديقة البيت، خلى الرأس في مكان وأجزاء الجسم في مكان آخر. الشرطة مستحيل إنها ممكن تربط هذا الرجل المتحدث اللبق المثقف إنه يطلع منه كل هالجرائم البشعة، ما مصدقين. كيف؟ لما كان يتكلم عن ضحاياه وكيف كان اقترف الجريمة بشكل عادي بدون أي ندم أو أسى، وكأنهم مش بشر، مجرد شيء. خطته إنه يوقف لبنات الجامعة ويأخذهم بالسيارة إلى مكان جبلي نائي ويقطع رؤوسهم وأيديهم مثل ما كان يعمل بألعاب أخته والقطط. كان يعطيه شعور بالقوة والحماس وإنه هو المتحكم بحياته، وفي بعض الأحيان يأكل من جثثهم. وتشهد أخت كيمبر ضده في المحكمة على الوقائع اللي كانت تصير، لدرجة إنه لما كانوا يكتشفوا الجثث مقطعة الأيدي والرأس، الأخت شكت في الموضوع وسألته مرة من المرات هل ممكن يكون إلك علاقة في الجرائم؟ كان يقول معقول طبعاً لا. لما تم القبض عليه الناس والشرطة تفاجأت، كيف ممكن الرجل مثقف وذكي متحدث يطلع منه كل هذا وليش؟ كان عنده أوجه مخيفة، وبعد عدة مقابلات مسجلة مع أخصائيين نفسيين يحاولوا يفسروا سبب القتل والتحول في الشخصية والعنف ضد النساء، هل كانت بسبب نشأته وأمه اللي دمرته نفسياً، أو هو فعلاً أصلاً مجرم؟ ويستنتجوا أنه كل الجرائم كانت بدافع حبه للتملك وماضي، غير الحالة النفسية اللي كانت تولد الأفكار الشيطانية اللي خلته ما يقدر يسيطر عليها أبداً. ويحكموا عليه بالمؤبد بدون احتمالية الخروج أبداً لقتله 8 نساء. وكانت قضية كيمبر من أشهر القضايا اللي ساعدت الشرطة على فهم طريقة تفكير المجرمين المتسلسلين. وبهيك تنتهي قضيتنا لليوم.